ورحمة الله وبركاته، أسعد الله هذه الوجوه الطيبة. أعمال صالحة تسويها يسيرة في اليوم والليلة، فهي عامل صالح. تبتسم في وجه أي إنسان، عامل صالح. كلمة طيبة، عمل صالح، تدخل السرور على إنسان في اليوم كله. ساعات كلمة طيبة تقولها لواحد تحبه، واحد تعزه، تقول كلمة طيبة. قل خيرا أو أصمت كما جاء في الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. قل أصمت، قل خير، عمل صالح. تميط الأذى عن الطريق، عمل صالح. تعزم ربعك وتقلطهم وتقهويهم، عمل صالح. وانت ذاهب المسجد تسلم على المارة وعلى الطريق، عمل صالح. تبتسم في وجه الإمام، عمل صالح. وانت داخل باب المسجد كمثال أو أي محل، تمسك الباب حتى اللي وراك يدخل، عمل صالح. القمامة اللي معك في السيارة تقطها في الزبالة، عمل صالح. ما تؤذي الناس بالصوت وتزعج الناس بالسيارة، عمل صالح. أعمال صالحة لا تفوتك. تسعى في قضاء حوائج الناس، أعظم عمل صالح. إنك تمشي في حاجة أخوك المسلم، توفق بين راسين بالحلال، تحاول تصلح بين زوجين، بين أخوين أو أشقاء، أو خلاف بين الناس، عمل صالح. تزور أرحامك، كل واحد من أرحامك تزوره، هذا أعظم عمل صالح. تزور جيرانك، عمل صالح. واحد قاطعني أزوره، عمل صالح. ليس الواصل بالمكافئ، الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، عمل صالح. تحط ماي حق الطيور، عمل صالح. تطعم القطط، عمل صالح. تكف لسانك عن الناس، أعظم أعمال الصالحة تسويها، تكف ذاك عن الناس. تسمع واحد يغتاب أخوك المسلم، تدافع عنه، عمل صالح عظيم جدا. أعمال صالحة، لما تروح مطعم قرصون تبتسم وجهه، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله، الله يبارك فيك، عمل صالح. ليوصل الطلبات الدليفري، تعطي كلمة طيبة، تبتسم وجهه، تعطي من عمل صالح، تعطيه. الخادم أو الصبي اللي جاب لك الطعام، قدم لك الطعام، تعطي من الطعام، هذا تطبيق السنة، عمل صالح. يا أخوان عندنا أعمال صالح نقدر نسويها، لكن بعض الناس يفرط فيها. تقوم من مكانك وتقعد كبير السن وتقدمه على المقام، هذا عمل صالح. أعمال صالحة كثيرة جدا نقدر نسويها. يا أخي إذا أنت ما تقدر تسوي عمل صالح، لا تسوي عمل للأسف سيء، وقد تكون للأسف عمل طالح يسقط شيء من حسنات وتكون مفلسا. إذا ما قدرت تجمع من الحسنات تنفع الناس، خير الناس أنفعهم للناس، عمل صالح. خير الناس أنفعهم للناس، عمل صالح. إحسان الظن، عمل صالح. ما تسيء الظن، عمل صالح. ما يعني تحاول تقابل إساءة بالإساءة بالحسنى، هو قال عني كذا، الله يسامح، عمل صالح. سامح مو عشان هو يستاهل، أنت تستاهل أنك ترتاح. عمل صالح، أسامح وأكل، عمل صالح. ما أشريت البيت، أكل البيت، تشتري حق أغراض البيت، عمل صالح. تقعد مع عيالك يقابلونك وتقابل بناتك وتقعد معاهم وتساس معاهم، تخلي التليفون عنك وتقابل عيالك شوي، عمل صالح. كلمة طيبة للزوجة اللي تنطرك، ترى هذا عمل صالح. اللي قاعدة أنت عيالك ربع ساعة ما تتحملهم، وهي اللي قاعدة معهم 24 ساعة، خدمت وطبخت وسوت وانفعت، عمل صالح. أنت لما تقولين حق الزوج بيض الله وجهك تعبناك معانا اليوم، كلمة طيبة، هو أولى من النساء. بدل تحطين ميك أب وتتزينين بالظاهر، زينة اللسان والكلام الطيب اللي يدخل الدفع على الزوج، عمل صالح. هو جنتك ونارك، ترك الخير تسوينه له، هو عمل صالح. عندنا أعمال صالحة كثيرة كثيرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا تحتقر أي عمل، رب عمل يسير، رب عمل يسير، شيء بسيط جدا تعظمه النية للنية طيبة. ورب عمل كبير تصغر النية، مو لله، تبي الشو الإعلامي، تبي الناس تدري. أعظم عمل صالح هو شيء واحد، تهتم بأعمال القلوب. دين نهتم بأعمال القلوب فضل عن أعمال الجوارح. ما تقدر تحج، ما يجب عليك. ما تقدر تصوم، ما يجب عليك. ما تقدر تصلي متواقف، صلي جالسة، لكن أعمال القلوب. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. بعض الناس كل برانة على قلوبهم، في غطاء وغشاء على قلبها، أعوذ بالله. صف النية وابتسم وسامح واعفو وطنش، لا تدقق، تمشي الحياة. بين الزوجين، بين الأشقاء، الحساسية الزايدة سبب في النفرة، إساءة الظن، ما في إحسان ظن، أحسن الظن. أنا يمكن أخطأت مع كثير من الناس، أقول لا أنا آسف، مو عيب.
السر تعالى يصلح حالنا واجعلنا ذكروا نحن الآن على الأرض وغيرنا تحت الأرض. إحنا اللي على الأرض نقدر نعمل من الأعمال الصالحة. سو عمل صالح وانت تمشي في الطريق، في السوق تبتسم، تسلم، تميت رضا عن الطريق، تحسن الظن، تفتح الطريق الناس، افسح الله لكم، وهكذا أعمال صالحة لا تفوتكم. السر تعالى جعلنا ممن يغتنم هذه الأوقات. ووالله لعل عمل صالح تسويه امرأة بغي من بني إسرائيل سقت يعني كلب أدخلها الله تعالى الجنة، وامرأة حبست هرة ما أطعمتها وما تركتها تأكل من خشاش الأرض تعذب في نار جهنم. عمل يسير، وجاء في صحيح مسلم رجل يتقلف الجنة، لماذا؟ رأى غصن شجرة قال يمكن هذه أذي الناس بالطريق، هل أنحينه عن الطريق؟ فأدخله الله تعالى الجنة. عمل يسير تبعض مني، وعمل كبير يمكن نيتك مول الله. أخصني لله، صل الأرحام، صل بالليل والناس ونيام، تدخل الجنة بسلام. ابتسم ابتسم للناس وغير الناس، فهي أعظم عمل يسويه الإنسان ابتسامة. ابتسم مع الناس كلهم، سامح، ابتسم كل معاملة تبي تمشي ابتسم. أدري هم ما يبون واحد يبتسم، أدري، بس أنا ابتسم عادي لله. تبسمك في وجه أخيك صدقة. أحبكم في الله، وابتسموا دائما وابشروا بالأجور العظيمة.